ان شاء الله النهارده مباراه زي ما قلت لحضراتكم، مباراه مهمه جدا. انبي بيدخل هذه المباراه في معنويات مرتفعه جدا مع خالد متولي، 4 مباريات بدون هزيمه، اعتقد فوزين واثنين تعادل، لكن انبي في حاله معنويه مرتفعه جدا. دايما مباراه الاهلي وانبي مباراه بتشهد الحماس والقوه وكل حاجه، زي ما انتم عايزين تقولوا له مباراه ممتعه ان شاء الله يحسمها النادي الاهلي في مصلحته ويرتفع برصيد النقاط للنقطه الخامسه والسبعين. نشوف الجرافيك بتاعنا، فريق الاعداد محضر لنا ايه عشان ندخل في جو هذا اللقاء. ده مع حضراتكم طبعا مباراه الاهلي وانبي او انبي والاهلي. تاريخ مواجهات الاهلي وانبي، الفريق والاحصائيه، الفريق الاهلي وانبي لعدد المواجهات 30 مواجهه، الفوز كان من نصيب النادي الاهلي ب 30 ب 19 مره، والفوز من نصيب نادي انبي 4 مرات، تعادل كان 7 مرات. الاهداف الاهلي 55 هدف وانبي 32 هدف. اكبر فوز لاهلي في موسم 2012 2013 كان 5-1، انبي كان 2-1 في 2003 2004. الاهداف او الهداف التاريخي محمد ابو تريكه النجم ومعشوق جماهير النادي الاهلي 7 اهداف، وإسلام عوض 3 أهداف. حضراتكم أكيد عارفين موقف الفريقين في الجدول، الأهلي يتربع على الصدارة برصيد 72 نقطة وإنبي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة. مواعيد الجولة أو مباريات الجولة 29 من الدوري، إنبي والأهلي الساعة 7 إن شاء الله بعد قليل، المصري والإنتاج الحربي يوم الاثنين ان شاء الله، وطلائع الجيش ومصر المقاصه الساعه 5:30 يوم الثلاث ان شاء الله. لسه في الجوله 29 طنطا والاسيوطي، مباراه صعبه جدا الساعه 3 يوم الاربع. المباريات الاولى لحضراتكم دجله والاتحاد السكندري، ايضا مباريات صعبه جدا الزمالك والرجاء الساعه 8 مساء الاربعاء. بتروجيت والاسماعيلي الساعه 3، ماشي احنا دي كنا لسه في مباريات. يلا هداف أو هدافة الفريقين، وليد أزارو النادي الأهلي 17 هدف بيتربع ب 17 هدف على قائمة الهدافين، قائمة هداف الدوري العام، ومحمد مجدي إنبي 6 أهداف. هدافه الأهلي في الدوري المصري وليد أزارو زي ما قلت لحضراتكم 17 هدف، عبد الله السعيد 10 أهداف وجونيور أجاي 8 أهداف، وليد سليمان 7 أهداف، إسلام محارب 4 أهداف، سعد سمير 3 أهداف، مؤمن زكريا هدفين، عمرو السلية هدفين، احمد الشيخ هدفين، احمد فتحي وهدف، واحمد حمودي هدف، ايمن اشرف هدف، باسم علي هدف، حسين السيد هدف. يعني ناقص كمان الشناوي يجيب اهداف ما شاء الله ما شاء الله. دي تفاصيل اهداف الاهلي في الدوري المصري، الاهلي احرز 66 هدف مجموع اهدافه، اهداف 40 هدف، 40 هدف يعني اهداف عاديه يعني 1 2 1 يعني ترقصات من العمق، لكن بالتخصص بقى من عرضيات 12 هدف، من ركلات ثابته هدفين، من ركلات ركنيه 3 اهداف، من ركلات جزاء 9 اهداف، بالتخصص ايضا بالراس 7 اهداف، بالقدم اليمنى 39 هدف، بالقدم اليسرى 20 هدف، يبقى مجموع الاهداف 66 هدف. أهداف نادي إنبي، إنبي أحرز 29 هدف في المجموع العام، أهداف عادية زي ما قلت لحضراتكم 16 هدف، بالتخصص من عرضيات 6 أهداف، من ركلات ثابتة هدف، من ركلات ركنية هدفين، من ركلات جزاء 4 أهداف، بالرأس 4 أهداف، بالقدم اليمنى 20 هدف، والقدم اليسرى 5 أهداف، مجموع الأهداف 29 هدف. توقيت أهداف الأهلي المسجلة في الدوري زي ما قلنا حضراتكم موضوع مهم جدا، من الدقيقة أو من بداية المباراة للدقيقة 5 7 أهداف، من الدقيقة 5 للدقيقة 30 الأهلي بيحرز 6 أهداف، من الدقيقة 30 ل 45 13 هدف، من الدقيقة 45 ل 60 8 أهداف، ومن الدقيقة 60 ل 75 10 أهداف. وخلي بالك من الأهلي من الدقيقة 75 للدقيقة 90، لأن ده أكبر معدل أهداف للنادي الأهلي 22 هدف، رقم محمد أبو تريكة. يلا توقيت اهداف انبي في الدوري العام، من الدقيقه الاولى للدقيقه الخامسه 4 اهداف، من الدقيقه الخامسه للدقيقه 30 هدفين، من الدقيقه 30 ل 45 4 اهداف، من الدقيقه 45 ل 60 3 اهداف، من الدقيقه 60 ل 75 يرتفع معدل اهداف انبي الى 9 اهداف، واعلى اهداف اعلى معدل اهداف من الدقيقه 60 ل 75، ثم من الدقيقه 75 ل 90 7 اهداف.
طبعا لازم اشكر فريق ماتريكس وليد ازارو باحصائيات النجم وليد ازارو النجم المغربي المحترف في صف النادي الاهلي مشاركات 26 مشاركه لعب 2216 دقيقه وسجل زي ما حضراتكم عارفين 17 هدف. ايمن اشرف النجم الاهلاوي ما شاء الله عليه برضو مشاركات 23 دقيقه لعب 2046 دقيقه وسجل هدف. محمد الشناوي مشاركات 20 مشاركه محمد الشناوي وحش ان شاء الله يكون الحارس الاساسي في روسيا باذن الله بمجهوده وتعبه. احنا ما بنفضلش حد عن حد لكن محمد الشناوي بيثبت للجميع انه حارس عملاق، حارس بيحسسك بالامان، حارس خليفه كبيره جدا لحراس النادي الاهلي الكبار. طبعا الاهلي في غياب عبد الله سعيد وجونيور اجاييه، الاهلي في غياب هذان النجمان الكبيران لعب مبارياته، لعب 6 مباريات بدون عبد الله السعيد، فاز في الست مباريات، تعادل طبعا فاز في 6 مباريات فاكيد ما فيش تعادل ما فيش هزيمه، سجل 20 هدف في غياب عبد الله السعيد، استقبل هدفين في غياب عبد الله السعيد، لم يفقد ولا نقطه، شباكه كانت نظيفه 4 مباريات. نروح للنجم اجاييه، الاهلي لعب من غير اجاييه 4 مباريات، فاز في 2، تعادل في 2، تعادل في 2، هزيمه ما فيش، سجل 9 اهداف، استقبل هدفين، فقد 4 نقاط ونظافه شباك مرتين. دي كانت اهم الاحصائيات معانا النهارده زي ما قلت لحضراتكم بعيد وبكرر، مباراه مهمه ومباراه ممتعه ومباراه صعبه على الفريقين، هل يستمر قطار النادي الاهلي في دهس المنافسين بلغه الكوره ام يعني مش عايز اتكلم كتير، خالد متولي عنده راي تاني، هيوقف قطار النادي الاهلي في ظل الحاله المعنويه العاليه جدا اللي بيعيشها نادي انبي، ده اللي هنشوفه مع ضيوفنا الكرام، ضيوفنا الكبار كباتن نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي، كباتن كبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين والكابتن عادل عبد الرحمن. نجوم كبيره جدا، استنوهم بعد الفاصل هتناقش في حاجات كتير جدا في تفاصيل هذا اللقاء الممتع.